شكراً معالي الرئيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نود أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على القيادة الرشيدة ومملكة البحرين وعلى جميع مواطني الدول العربية والإسلامية بخير وصحة وعافية. أن تحصل على الأموال بطرق غير مشروعة وتمتلك قدرة على تبييضها أو إخفاء مصادرها فتلك جريمة من شأنها تلويث وإفساد هياكل الحكومات والمصارف وسائر قطاعات المجتمع. وانطلاقا من المسؤولية الوطنية استطاعت المملكة وبجهود حثيثة من مصرف البحرين المركزي أن تؤسس لنظام مالي متقن على صعيد الرقابة والمعلومات من شأنه أن يرصد التعاملات المشبوهة ويضع حداً لممولي الإرهاب وأي تلاعب أو احتيال. وقد سجلت مملكة البحرين رقماً صعباً في مكافحة غسل الأموال وفي القضاء على دعم الإرهاب، بحيث يصعب إخفاء الجرائم المالية عن عين العدالة، وقد أتاحت سمعة المملكة المتقدمة بمركز مالي لاتخاذ المزيد من التحديثات العملية على الصعيد المالي والمصرفي في خطوات سباقة على دول المنطقة، يدعمها في ذلك بروزها كعضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميناء فاتف، واستضافتها مقر الأمانة العامة للمجموعة. ولأن السيطرة على حركة الأموال بداخل المملكة وحده لا يكفي لكشف هذا النوع من الجرائم، فإن بين يدينا مرسوم شامل يقظ صاغته وزارة الداخلية الموقرة بالتعاون مع وزارة الخارجية وفق المتطلبات الدولية لكشف خيوط أي جريمة غسل للأموال على يد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين داخل المملكة أو خارجها، طالما مرت تلك الخيوط بمنظومتنا المالية المحكمة. ويضم هذا المرسوم إلى متن القانون معطيات جديدة تتواكب مع التغيرات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية فنتك، أبرزها التوسع في الاعتراف بالمعاملات الإلكترونية والعملات الرقمية والأصول الافتراضية كعملات ناقلة للقيمة، وبالتالي المزيد من الحماية من استعمالاتها في غسل الأموال والمزيد من الرقابة والأمان والنفاذ لسلطة القانون فضلاً عن استشراف المستقبل. لذا فإننا نؤيد المرسوم الماثلة دعماً لتصنيف المملكة المتقدم وترسيخاً لأمنها الوطني. شكراً معالي الرئيس.